وهو كذلك. إذن لما أقول لك سيدة مريم مختاري، وشاهدت من خلال التقرير الصور تاعك في الجبال، وانت يعطيك الصحة إن شاء الله. مفاجأة هذيك هي القصيدة اللي نسيتها ما جبتهاش، وأني وريتها لك ونعيشك. الحمد لله، يعطيك الصحة ويعطيك الربح إن شاء الله. بكم أنا نقول يعطيكم الصحة أنتم بفضلكن، احنا رانا عايشين هنا ورانا ننعم بنعم الحرية، وأني فرحان ربي أنه لاقانا بكم طولنا في عمركم باش هكذا نتواصلوا بكم بالمشاهد الكريم من خلال الذاكرة التاريخية. ونحن نفتخر بالمرأة الجزائرية. كتابك هو كتاب رائع جدا، قرأته أكثر من مرة، فعشت فيه مراحل صعبة وشاقة مؤلمة كذلك، وإنما اللي عجبني فيه أكثر هي صلابة وصمودكم كذلك أمام الوجه المستدمر. كان الصبر عند ياسر. نعم، بذكر السجون، علاش حبيت نختم بالسجون؟ لأنه لما درست الكتاب تاعك لقيت لأنك ألقي عليك قوات الجيش الفرنسي القبض في الجبيل منطقة بقصر الشلالة في 3 جانفي من عام 1961، انتقلت من زنزانة لأخرى وبقيت على تلك الحال في سجن تيفشون بالبليدة حتى سنة 1962 أطلق سراحك، يعني بعد الاستقلال، يعني حكم عليك بالإعدام. احنا دوك سيدي دي بريزونيير. نعم، كي قبضونا سمنا دي بريزونيير احنا والاستقلال، كان استقلت البلاد. نعم، يطلقونا، كان ما استقلتش رانا قاعدين تماك، ولا جاتهم نشوة كنا ما بين البحر وما بين الغابة. نعم، يخرجونا يقتلونا، ما كانش اللي يجيب لنا الخبر. احنا كي كنا في هذاك المركز تاع الجيش الفرنساوي. نعم، بريسكو كل ليلة نسمعوا الرصاص. نعم، ونسمعوا الضبح تاع الضبيح تاع الرجالة. كل ليلة كانت الموت، وما كانش اللي يجيب لهم خبر، خاطر كانوا حرين فيها. نعم، أنت كممرضة طلعتي وفي الجبال، أنا حبيت نشاهد مع المخرجة في صورة أخرى لما كنت، 3 صور راح نشاهدوهم. إن شاء الله. لما كنت صغيرة وشابة، يعني في عز شبابك، خليتي كل هذا العز الشباب من أجل الجزائر. الجزائر. راح نشاهدوا الصورة مع الزملاء. واش تحكي لنا، واش تقول لنا، يعني هل كيفاش العائلة تاعك، كيفاش قلت لهم، كيفاش وصلتي لهم؟ هاني جوستومون كان النظام تاعنا. نعم. في وسط المنزل تاعنا. نعم، كانوا خاوتي وكانوا ولد بن خالتي. نعم، اللي خوه علي قيطون الشهيد تاع اللي كان في لا كاتريام زون، كان في الكوموندوس. كان تاني زعيم الزعامة، كنا تما قعد ربينا كاع في دار واحدة. نعم، مع اللي كان الاستعمار، مع هادي علي قيطون طلع الاستعمار، سما زير خالتي جابت ولادها وعاشت عندنا في الدار. نعم، سما كان النظام تاعنا في دارنا، مع اللي نزيدو نصنتو هذوك لي زانفورماسيون تاع صوت العرب، معلومات صوت العرب. مع اللي كنا كاع كنا باغيين زعما وين تكون الراية تاعنا مرفوعة. نعم، كنا ننتظروا وين البلاد تاعنا يكون فيها الاستقلال. وكنت انا وزميلتي ملوكه سويدي. نعم، هي اللي كي قالت لي تكابتي لي زانفورماسيون، وكانت تروح للمدرسه تجيب المعلومات، كانت ترصد المعلومات. لا، كنا سما مع بعضنا بالبعض. احنا شافينا دوك، شفنا خونا كان في نظام. نعم، ولد خالتنا كذلك كانوا. نعم، يجيبوا لنا دي ساك دي ساك دو لان ميليتير، كانوا يجيبوا لنا الصوف تاع الميليتير. نعم، ويقولوا لنا خدموها، خاطر بابا كان فلاح وكان موال عنده الغاليم تتغطى بها كاع السحاري. نعم، كنا ماشي محتاجين، الحمد لله يا ربي. نعم، كان بيض الدار تاع الفقراء والمساكين. كنا محتاجين الاستقلال. وكنا محتاجين الاستقلال. نعم، سما يقولوا لنا تريكوتو. هذا في السنة الثامنة كان في عمرك. 8 سنين. نعم، هذه 8 سنين كانت عندي. راح نشاهدوك انت باللباس العسكري تاع الجيش. وانت كانت عندي ثاني صورة تاع 9 أشهر. عرفتني خويا. نعم. نعم نعم، هاد اللي يعني عشتوها. ومن بعد احكي لنا على الطبيبه اللي كانت معك ولد قبليه اللي كانت الشهيده، احكي لي على الوصيه اللي قدمها لك الطبيب يوسف الدمرجي اللي كان يلقبك بالثوريه. نعم، هذه انت في السنه 18. هذاك هكا في هذا السن طلعت للجيش. الله، في هذا السن كيما هكا، يعني كنا يعني شابات. ايه، وما كي جيت هذيك الصبحه سما ولد خالتي هو اللي هضر مع التيسار اللي كان مع المركز تاع المنطقه السادسه مع عبد الخالق. نعم، وكانوا تماك محتاجين لبنات تاع بنات الفاميليا،
اللي يكونوا يقراوا زعما اللي يكونوا دي سكريتير هكا دي زانفيرميير اللي يكونوا زعما يتيل للطاولة التحرير. نعم اكيد. سما هو كي صار مشى كي عطى له لاكور جا خبرنا. خبر ما افيك لاكور دو ماميغ وتاع خويا وخويا الاول اللي كان موجد باش كانوا موافقين الاهل تاعك كان توفى وانا سما الموت تاع خويا اللي توفى واللي كان راغب باش يطلع للجيش التحرير سما انايا ديك الضغبه تاع خويا